سلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمين جوليا قارئة التارو والكوتشينا. النهاردة عندنا فيديو خاص بالعلاقات الثلاثية. إذا كنت أول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع، أو إشعارة البث المباشر اللي بنعمله للدردشة والإجابة مجانا على سؤال واحد للداعمين للقناة. هتسألوني إزاي ندعم القناة؟ تكثروا من التعليقات، لايكات، شير وبارتاج للبث. اللي ميعرفش ما معنى الشير والبارتاج، في سهم كده تحت الفيديو اقرأوا عليه، وبعدين ابعثوا رابط الفيديو ده للأصدقاء بتوعكم. أوكي، القراءة النهاردة زي ما قلت لكم للعلاقات الثلاثية. مصير العلاقة، الحبيب بيفكر في ايه، الطرف الثالث بيفكر في ايه، وانتو ايه القرار اللي لازم تاخدوه. هتكون القراءة حسب اول حرف من اسم الطرف الثاني بتاعكم اللي هو الحبيب، اول مجموعة من الاحرف دي، او اختيار الحجر الكريم الاخضر ده. اوكي، المجموعة الثانية الحجر الوردي ده، أو أول حرف من اسمكم من الأحرف دي إن شاء الله. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا الحجر الأخضر. أول حاجة هنعملها هنشوف طاقة العلاقة الثلاثية هذه، عشان ما يتلخبطش عليكم مين أنتي في القراءة أو مين أنت في القراءة. ملاحظة، المشاهد هو الطرف الأول في العلاقة دي، يعني الطرف الأول في القراءة. ما تحطوش يعني المكان بتاعكم في الواقع، لا، المشاهد هو الطرف الأول. الورقة دي بتمثلك، الطرف الثاني بتاعكم الحبيب الشريك الزوجة الحبيبة، يعني القاسم المشترك ما بينكم وما بين الطرف الثالث، والطرف الثالث هو الكارت ده، انتم الحبيب الطرف الثالث، يعني بالصورة هتعرفوا. اوكي، هنشوف دلوقتي طاقة العلاقة حاليا، كيف هي طاقتها، وهل طاقة متغيرة او ثابتة. اخذنا 3 اوراق، هنخلط كل الاوراق مع بعضيها ونخلط على بركة الله الاوراق ونشوف الطاقة العامة بتاعة العلاقة. الطرف الثاني بتاعكم انتو. ابشروا يا اخ العرب، يا اخت العرب، ابشري، ابشر، ابشر وابشري، بشروا بشروا. هتضحكوا شوية. طاقة قراءة يعني العلاقة كويسة بالنسبة ليكم، انتوا هنا في نفس الطاقة مع الطرف التاني بتاعكم. غالبا البعض منكم، مش كلكم، يا اما عملتم عملية نزع سحر، او نظفتم الطاقة بتاعتكم، او عملتم تخاطر مع الطرف التاني بتاعكم. البعض الاخر المتبقي، ليه بقول البعض البعض البعض؟ لان القراءة دي ليست باكملها خاصة بالمشاهد، يعني خدوا الحاجة اللي تناسب العلاقة بتاعتكم، لأن دي قراءة عامة الكل بيشاهدها، فخدوا الحاجة بس منها اللي بتناسبكم. زي ما قلت لكم، البعض القليل منكم عمل سحر، انتوا بتقولوا عليه أبيض بس هو سحر، يعني عملتوا سحر جذب للحبيب، وغالبا تواصل معكم مؤخرا، أو حصل فيه يعني نوع من التغيير، حسيتوه فيه كده في الطرف يعني في الحبيب أو الطرف الثاني بتاعكم. غالبا العلاقة ما بين الطرف الثاني بتاعكم والطرف الثالث علاقة غير مستقرة، الطاقة ما بينهم هما غير مستقرة. فالطرف الثاني بتاعكم دلوقتي نفس الطاقة معكم، وغالبا يا إما هيتواصل معكم إذا كنتم منفصلين، يا إما أنتم في علاقة باردة بس حاسين إنه بدأ يتغير، بدأ ينتبه ليكم أو حاجة زي كده. الطرف الثالث دلوقتي
في العلاقة بتاعتكم بعدم استقرارها ما بينه ما بين الطرف الثاني، بفكر في إما تجديد سحري، إما تجديد فكرة جديدة أو حاجة زي كده، بيوضب على حاجة، بيحضر حاجة بتخص العلاقة. أوكي، نيجي دلوقتي نسيب الأوراق دي هنا، نيجي دلوقتي نبدأ بيكو أنتو، هنشوف الطاقة بتاعتكو عاملة ازاي دلوقتي. ولا استنوا، افتكرت حاجة. يلا كده الأوراق كلها قدامكم، انتوا هنا الطرف الثاني بتاعكم والطرف الثالث بتاعكم، طاقتكم انتوا. يلا خرجوا كارتين. الطاقة الحالية، عاوزين تعرفوا العلاقة بتاعتكم رايحة لفين، هتوصل لفين. في حاجات كتيرة مش عارفين لها حل أو إجابة على أسئلة، في حاجات غامضة بالنسبة لكم، مناكم ومناعينكم إنكم تعرفوها، وفي نفس الوقت عاوزين الحقيقة، حقيقة الطرف الثالث تنكشف قدام الطرف الثاني بتاعكم. انتوا في الطاقة دي عاوزين تكشفوا، تلقوا دليل عشان تبرهنوا به للطرف الثاني انه يعني اخطأ في حقكم، وانه الطرف الثالث يكيد له بمكيدة. اوكي، طاقة الطرف الثاني دلوقتي، تهدي تهدي يا بت تهدي. ايه ده؟ الطرف الثاني دلوقتي في الطاقة الحالية، يا اما رجعت عليه كارما، يا اما هو بيقضي اتعس ايام حياته، نكد في نكد، مشاكل بدأت تحصل في حياته، يا اما افلس، يا اما طرد من الشغل، يا اما هو دلوقتي في مرحلة بيمر بيها يعني انهيار في كل الميادين، وحصلت له الحاجة دي مؤخرا مش منذ زمن طويل، وإذا ما حصلتش هتحصل عن قريب إن شاء الله. حياته تكركبت، رأسها على انقلبت يعني، وهو دلوقتي بيفكر الطريقة الصحيحة لتحسين الوضعية المادية اللي هو فيها دلوقتي، بس في نفس الوقت بحصول الحاجة دي اللي قلت لكم المشكلة اللي حصلت له، يا إما أفلس، يا إما مرض، يا إما عمل حادثة، حاجة مش كويسة حصلت له. المهم هو دلوقتي بيحاول يتشافى من آثار الحاجة دي اللي حصلت له، في نفس الوقت بيفكر في العلاقة الثلاثية اللي هو فيها دلوقتي، يعني زي ما شفنا في طاقة العلاقة. طاقة الطرف الثالث دلوقتي قلت لكم في مشاكل ما بينه وما بين الطرف الثاني بتاعكم أهو، يا إما الطرف الثالث إذا كانت حبيبة، الطرف الثالث دي عاوزة ترغم الطرف الثاني بتاعكم على إنه يرسم علاقته معاها بكل الطرق، بكل الوسائل، يعني مش عاوزة تفهم أي حاجة. ربما عدم التفاهم بتاعهم، عدم استقرار العلاقة ما بينهم مؤخرا، هي بسبب ضغط الطرف الثالث على الطرف الثاني إنه يتجوزها، أو يعني إنه يلقى حل للعلاقة بتاعتهم. وغالبا يعني حتى لو كنت أنت حبيبة وهي الزوجة الأولى، فالزوجة الأولى عاوزة، هي بتحارب على إنها تبقي العلاقة دي بكل قوتها، يعني بكل ما هي تقدر عليه عشان تستمر العلاقة الزوجية دي. أوكي، دلوقتي عاوزين نعرف العقل الباطن بتاع الحبيب، الطرف التاني بتاعكو بيفكر في ايه حاليا، بغض النظر من اننا قلنا انه بيفكر في العلاقة الثلاثية دي والحاجة اللي حصلت له، بيفكر في ايه عامة؟ قلتلكو بيفكر في حاجتين، يصلح الغلطة اللي غلطها في دخوله في علاقة ثلاثية، وحاجة تانية عاوز
يعني يصلح أمور العمل بتاعه، عاوز يغير يا إما ميدان العمل بتاعه يا إما يسافر. هو في غضض في صدد التفكير عامة بكل حياته، مش إلا العلاقة بتاعتكو ولا العمل بتاعه ولا المال بتاعه. لا، هو دلوقتي بحصول الحادثة دي اللي قلت لكم عليها جاله يعني صحيان ضمير، فأصبح دلوقتي يعمل حسابه لكل اللي جرى في حياته عشان يخرج بنتيجة ويخرج نفسه من الطاقة السلبية اللي هو فيها دلوقتي. اوكي، طب تفكيره من ناحيتكم، ندم، الكوين اوف وانز. غالبا الانسان ده اتهمكم بحاجات، اتهمكم بحاجات كتيره، ودلوقتي يعني نادم على العلاقه بتاعتكم، وفي نفس الوقت يعني متاثر بحاجه. طب بيفكر بايه من ناحيه الطرف الثالث؟ قلتلكوا في حاجة هنا، يعني بوضوع، يعني لما سحبنا الكارتين دول نؤكد هنا حاجة ظهرت لي ما كنتش عاوزة أتكلم فيها قبل ما مسحب الكروت دي. الطرف التاني بتاعكم ندمان، ندم شديد على كلام قلتهوله فيما يخص الطرف التالت، على إن الطرف التالت يعمل له قانون جذب أهو عشان يتجوز بيها او عشان يقعد معاها في الجوازه بتاعته معاها دلوقتي. اظن انه طب ايه اللي مسك على الطرف الثالث، ايه اللي مسكه الطرف الثاني بتاعكم كدليل ضد الطرف الثالث بتاعكم عشان يندم على انه ما اخدش بكلامكم؟ عمل معمول اهو للتفرقه ما بين اتنين، عارف انه الطرف الثالث عمل سحر. اوكي، بالكلام ده دلوقتي لما عرف وندم وكل حاجه، احنا بيهمنا المستقبل. ماذا تفكر؟ بماذا تفكر؟ تعالوا نجوسس عليهم، بماذا يفكر الطرف الثاني دلوقتي؟ بتغيير الامور واظهار الحقيقه ووضع اسس جديده لحياته ومستقبله، مش شرط معاكم أهو. قلتلكو الإنسان ده بعد ما حصل له اللي حصل له، هيفكر في حياته بأكملها، ويضع حجر الأساس لحياته من ضرو جديد بطريقة جديدة بمنظور جديد بتفكير جديد. مش هيصدق أي حاجة تتقدم له أو أي حاجة تتقال له. أوكي، طب إيه هي نواياه من ناحيتكم؟ ندمان عليكم، قلتلكم ندمان، وحيران ازاي يوصل لكم الخبر انه تمسك بالطرف الثالث بدليل على ان الطرف الثالث عمل له سحر. شوفوا هنا انسان حيران ما بين حاجتين، اعداء، مشاكل، وعاوز يتواصل معاكم. زي ما بقول لكم دايما في البث، الحمامة هنا في ايد الست دي، يعني في زمان كان فيه، ما كانش فيه سعي البريد، كان فيه سعي البريد هو الحمام. فهنا هو حيران ازاي يتواصل معاكم ويقول لكم انه ندمان على اللي عمله، وانه يعني عاوز يفهمكم ومش قادر يفهمكم، او خايف من ردة فعلكم. اوكي، طب نواياه مع الطرف الثالث، اهو ناوي على حاجتين. الاولى قطع واخذ قرار نهائي في انفصاله مع الطرف الثالث بعد ما هيكشف، او بعد ما هيكتشف السحر اللي اتعمل له، بنشوف النجمة الخماسية في البنتكيلات، وفي نفس الوقت يعني يبرز الحقيقة ويظهر الحقيقة عشان لما
يكون عاوز يتواصل معاكم او يتواصل معاكم يكون رافع وشه كده، مش مطقطق الرأس، لا يعني يجيب لكم الدليل على انه خلاص الطرف الثالث هيخرجه من العلاقة وخروج نهائي لا رجعة فيه. اوكي، طب الطرف الثالث دلوقتي بعد ما هيواجهوا الطرف الثاني بالأعمال السحر دي ماذا سيعمل؟ أو ما هي خطواته بعد ذلك؟ هيحاول تجديد السحر اللي عمله، يعني وغالبا الطرف الثالث ده بيعمل السحر بإيده مع أحد أطراف عيلته، يا إما أمها يا إما أمه، يعني أمها عفوا أو أختها، حاجة زي كده. غالبا الطرف الثالث ده خاصة للرجالة بيتعامل بالسحر كتير، وغالبا هو حامل معاه حاجة بتاعت الحرز، بيشترك مع أهله في إنه يتغلب على القرار اللي هياخده الطرف الثاني ضد العلاقة بتاعتهم. هل سيتفطن الطرف الثاني لمكيدة الطرف الثالث بعد ما هياخد قرار على إخراجه من العلاقة؟ مش إلا هيتفطن، هيتفطن طفينينة مفيطنة. يلا، أو برج الحمل إمبرور، وكمان يعني شوفوا كده هيعرف، هيكون متفطن وواخد حذره من كل الحاجات اللي هيقدر يعملها الطرف الثالث، لان غالبا هيحصن نفسه من اي سحر او يعمل تشافي زي ما شفنا هنا من الاسحار اللي عنده، عشان يكون دايما على علم، ولا ربما هو كمان بيعمل قراءات خاصة عشان يعرف حيثيات أو تطورات العلاقة أو تطورات الأحداث ما بينه وما بين الطرف الثالث. أوكي، طب هل بعد حدوث ده كله هل من سينجح؟ هل الطرف الثالث، الطرف الثاني، أو الطرف أو أنتو؟ هنشوف الطرف الثالث هل حينجح لذلك. سبحان الله، قال كرت بالمقلوب. مش هينجح، لأن غالبا الطرف الثالث ده من كتر الشرور اللي عنده، من كتر الأذى اللي عنده، من مش إلا من ناحيتكم ولا من ناحية الطرف الثاني، لا، الطرف الثالث ده إنسان مش كويس لدرجة إنه في كارما بتاع بعض الناس هترجع عليه ستدمره هذه الكارما. يعني مهما يكيد المكيدة ضدكم، ربنا حينزل عليه كارما حتسقطه أرضا، لا يعلى على ربنا سبحانه وتعالى. أوكي، طب إيه خطوة الطرف الثاني من ناحيتكم أنتو؟ الرجوع للعلاقة وتقديم كأس الحب مرة تانية. قلتلكوا هنا عاوز يرجع لكن خايف من ردة فعلكم، ملوش وش يقابلكم بيه عشان يفهمكم ايه اللي حصل، لانه انتوا من الاول كنتم بتقولوله وهو ما يصدقكمش. اوكي، نصيحة الكروت ليكم يا اصحاب المجموعة الاولى، وقت الشاي. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. عشان تكون مستريح ويكون عندك روح مستريحة، مفيش أحسن من إن الواحد ياخد أجازة، يعني وقت مستقطع عشان يستريح. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. طيبات كل حاجة طيبة من الجسم ومن هي كذلك من الروح. Fais une pause légèreté. يعني حاول تستريح شوية وتنظف الطاقة بتاعتك، حاولوا تعملوا مثلا تمارين اليوغا، تقدروا تعملوها يعني عن طريق فيديوهات موجودة في اليوتيوب، اكتبوا تمارين يوغا لتهدئة النفس للارتياح أو للراحة، هتخرج لكم فيديوهات كده.
وحب ان الناس بيعرفوا انجليزي او فرنساوي يكتبوها بالفرنساوي احسن، لان اليوجا يعني بتلقوا فيديوهات كويسة ليكم من المنبع الرئيسي، لان غالبا العرب لما يترجموا حاجة ولما يقلدوا حاجة يغلدوها يعني عكس ما هي عليه في الواقع. اوكي، نيجي دلوقتي نشوف ما هي الابراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، و60%، و50%. يلا مية بالمية برج الميزان، أبرجكم أنتو برج الجوزاء وبرج الجدي، 80% برج السرطان، برج القوس وبرج الحوت، 60% برج الثور، برج الأسد وبرج العذراء، أما 50% برج الحمل، برج العقرب وبرج الدلو. إلى هنا وصلنا لنهاية القراءة الأولى. أرجو من المشتركين الأعزاء يدعموا القناة باللايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لنا في التعليقات المواضيع اللي أنتم عاوزين عليها فيديوهات مستقبلا. أشكركم لوجودكم معنا، وننتقل لأصحاب المجموعة الثانية اللي اختاروا يا إما الحجر الوردي الكريم ده أو أول حرف من اسم الحبيب من الأحرف دي. نشوف الطاقة العامة بتاعتكو حاليا عاملة ايه او حاصلة يعني فيها ايه، طاقة العلاقة بتاعتكو عشان ما تتلخبطوش. المشاهد هو الطرف الاول في القراءة، ما تشوفوش وضعيتكم في العلاقة بتاعتكم، لا هنا انتوا اللي بتتفرجوا، يعني احنا نخاطبكم انتوا، فانتوا الطرف الاول، الطرف التاني بتاعكم هنا، انتوا هنا والطرف التالت بتاعكم هنا. دايما لما تشاهدوا اي فيديو لعلاقات ثلاثية، الطرف الاول في القراءة المشاهد عشان ما تتلخبطوش، سواء عندي في القناة ولا عند انسان اخر، لان المعلومة بنديها لكم انتوا، يعني لما نخاطبكم انتوا اللي بتتفرجوا نخاطبكم انتوا، هنخبركم على الطرف التالت بتاعكم. اوكي، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. يلا نضيف تلات اوراق هنا، تلات كروت للأوراق بتاعكم الرئيسية. نخلط الكروت مع بعض ونشوف الطاقة العامة بتاعتكم حاليا عاملة ازاي. طاقة العلاقة، الطاقة فيها كل الأبراج. ايه ده؟ ليه يا طرف تالت دخلالي من الأولها بالأسحار؟ غالبا طاقة العلاقة هنا الطرف التالت بتاعكم، عفوا الطرف التاني بتاعكم، استنى عشان تشوفوا كل الأوراق. الطرف التاني بتاعكم مش كويس، لا معاك ولا مع الطرف التالت، لانه هو دلوقتي عاوز يعني يخرج من المشاكل اللي ترتبط عن العلاقه بتاعتكم، وبيفكر على انه ياخد يعني حل او طريق تخرجه من المعمعه دي اللي انتم عايشين فيها كعلاقه ثلاثيه، لان هنا غالبا طاقه انه فيه اهل الطرف الثالث والطرف الثالث والطرف الثالث عنده طرف رابع، وانتوا يعني متلخبطة علاقتكم مع الطرف التاني، والطرف التاني بتاعكم ادخل طرف رابع في العلاقة، يعني علاقة معقدة وملخبطة مع بعضيها. طقت عدة علاقات هنا، ثلاثية رباعية وعلاقات معقدة، فيها الام الزوج او الحبيب، ام الزوجة او الحبيبة، الطرف التالت كذلك دخل مع طرف رابع، طرف تاني دخل مع طرف اخر، واصبحت العلاقة متلخبطة ما في وسطيها، بس انتوا بتطوروا على زي ما نقول احنا فرصة
تجيلكم عشان تعرفوا إيه تعملوه في وسط العلاقة دي كلها، لأنكم وصلتم لحد حدود الصبر بتاعكم، وغالبا الطرف الثالث بتاعكم بيتعامل بالسحر للأسف. أوكي، نعمل كده عشان ما تتلخبطوش. أوكي، أصحاب المجموعة الثانية، انتوا هنا طرف تاني بتاعكو، طرف تالت. اوكي، هنشوف طاقتكو انتوا دلوقتي عاملة ازاي. من اولها جايبالي العصا، من اولها بهزر معاكو. يا سبحان الله، الكينج اوف وانتس والكوين اوف سوارد، هنا الطاقة بتاعتكم الحالية. شايفين النار لما بتشتعل من هنا وتجيبوا لها التلج من هنا وتلطموا الاتنين مع بعض، انتوا كده حالة غليان في نفس الوقت برودة. ربما البعض منكم يعني فقد الأمل ان الطرف التاني بتاعكم يصحى بيوم ويعرف حقيقة الطرف التالت، وانكم انتوا بتحبوه وضحيتوا كل حاجة. اصبح يعني مع الوقت تعلمتم وأصبح قلبكم بدأ يقسى، يصبح قاسي على اللي كان فيه في السابق. أصبحتوا خلاص ما تاكلوش بالكلام، ما تاكلوش بالوعود الكاذبة، دلوقتي عاوزين قرارات صارمة، يا إما كذا أو كذا، مش لخبطة، ودي حاجة كويسة. أوكي، طاقة الطرف التاني بتاعكم دلوقتي إزاي عاملة؟ سبحان الله، زي ما شفنا في الطاقة، طاقة العلاقة، شوفوا كده الـ 6 of Pentacles والـ 4 of Swords. هنا الطرف الثاني هو دلوقتي بيفكر في حالة انطواء، مين اللي حيفوز أو حيقعد معاه في العلاقة. يا إما هو دلوقتي في حالة الانطواء دي بيفكر على إنه يجربكم أنتوا ويجرب الطرف الثالث ويعرف مين فيكو اللي هو كويس ومين فيكو اللي مش كويس، لانه هو متلخبط في افكاره مؤخرا. اوكي، طاقة الطرف الثالث كارت الساحر، سبحان الله، طاقة الطرف الثالث هو دلوقتي في طاقة، يا اما عمل جذب، تشديد سحر، تفكير في عمل سحر، في حالة انه بيراقبكم انتوا ويراقب الطرف التاني بتاعكم، ربما بيعملوا قراءات خاصة فيما يخص العلاقة بتاعتكم، ربما بيتقربون لي او يبحثون عن ساحر عشان يجدد لهم السحر. فطاقتكم انتوا التلاتة يعني كده، كل واحد قاعد في مكانه، كل واحد منطوي في الركن بتاعه وبيفكر على الحل للخروج من هذه العلاقة سالما. اوكي، طب ايه تفكير الطرف التاني بتاعكم من ناحيتكم حاليا؟ تفكيره كارت دمون، نفس طاقة العلاقة وطاقته حاليا. شايفين الواحد لما يكون بيحب إنسان يتخانق معاه وتيجي الظروف وتفرقهم، لا هو قادر يرجع ولا هو قادر يرجع يوفي بوعوده، ولا هو قادر يقعد بعيد أهو. يعني هو دلوقتي بيفكر في تفكيره من ناحيتكم انه لم يوفي بوعوده معاكم، انكم كنتوا ناس كويسين معاه، ناس طيبين، ناس اسخياء معاه، سندتوه في الاوقات والمحن الشديده، لكن هو ما كانش كفء بكل ده. بيفكر هو دلوقتي في ده. اوكي، زي ما قلت لكم حصلت له نوع من صحيان الضمير. اوكي، ومن ناحيه الطرف الثالث سبحان الله، شوفوا كده
تومبيرانس وذا كوين اوف وانس. دلوقتي زي ما قلت لكم هو بيفكر مين فيكو سبب الخلل او احدث الخلل في العلاقه. هو بيفكر من ناحيه الطرف الثالث، هل عمل او هو دخل في علاقه بسبب يعني بعمله عمل روحاني حاجه زي كده، زي ما نشوف الافعى هنا يعني مصوره في الحجر. بدا يشك ان الطرف الثالث عمل له سحر، عمل له حاجه. طب ليه بدا يشك؟ ليه جت له الشكوك دي؟ بسبب ايه؟ شايف انه الطرف الثالث لما دخل العلاقه، هو يعني الطرف الثاني، حفسرها بطريقه بسيطه، الطرف الثاني ده ليه بيفكر ان الطرف الثالث عمل سحر او عمل عشان يكذبوا ليه؟ لانه هو غالبا قلبه مشغول بيكم، قلبه مشغول بيكم انتوا، لكن الطرف الثالث ده دخل زي السارق، زي الواحد الخبيث، زي الواحد الطماع، زي الواحد اللي مش كويس. فحاسس بعقله يعني ان الطرف الثالث مش كويس، لكن حاسس انه قلبه مجذوب بطريقة غير إرادية. أرجو إن المفهوم وصل لكم. أوكي. طب هيعمل إيه بعدين؟ بعد ما يعني ما عرف الحاجات دي كلها، لا هياخد قرار على إنه يتحرك، يعمل حل، يلقى حل. قلت لكم هو حالياً بيراقب الطرف الثالث عشان يتقبض عليه متلبس، لأن الشكوك كتيرة بدأت تراود فكر الطرف الثاني من ناحية الطرف الثالث. عشان كده هو عاوز عشان ياخد قراره يتربص بالطرف الثالث وياخده متلبس وهو يعمل العملة بتاعته. أوكي. إيه كمان هينجح بذلك؟ The Ace of Pentacles هينجح بذلك اهو. يعني الحاجة اللي هيعملها بعد ذلك لما يتلبس، يعني هيكون عنده الدليل في ايده، طوفان هينزل على الطرف الثالث، طوفان هينزل على الطرف الثالث اهو، هيسيب الطرف الثالث، يخرج الطرف الثالث ويرجع لكم انتوا. لانه انتوا اللي بيحبكم حقه حقيقي، حب طاهر، مفيش سحر، مفيش حاجات اخرى، انتوا بس. اهو انتوا وبس، انتوا الاتنين مربوطين مع بعض كعلاقه قدريه من عند ربنا. وهو اخطا لما ادخل الطرف الثالث، فهو هيحاول انه بأي طرق، بكل الطرق، إنه يصفي علاقته مع الطرف الثالث دي، يعني علاقته دي مع الطرف الثالث، عشان ينزع العائق اللي مش مخليه يرجع لكم أو يكون معاكم كويسين. هيحاول إنه يعالج نفسه، أو هيحاول إنه يعالج نفسه ويفهم ليه في البعد بيحس بقيمتكم، ولما تقربوا ليه بيحس بنوع من البرودة. ليه لما يكون بعيد يشتاق لكم؟ ليه لما يكون بعيد قلبه بينبض من ناحيتكم؟ ليه لما يكون بعيد رغباته الجنسية بتميل ليكم، لكن لما يقرب ليكم كل حاجة باردة؟ اهو الهيروفانت هيحاول يعالج نفسه، يتقرب لمعالج عشان يعالج نفسه، بما انه هيتقبض على الطرف الثالث وهو بيسحره اهو. في نفس الوقت شوفوا كده، غالبا الطرف الثاني بتاعكم لما هيعمل رقية او قراءة حاجة زي كده، هيلقى انه الطرف الثالث ده بتاعه عمل له سحر المقابر،
سحر المقابر اهو اكتشاف. شوفوا كده العربة بتمشي، لكن هنا واضح انها بالليل، بس الوردة دي بتطولوا الطريق، هيلقى الطريقة يعني او الطريق بطريقة روحانية عشان يلقى السحر بتاعه ده اللي اتعمل موجود فين. اهو الامبرس الامبراطورة، العدالة جاستس، قلتلكو هيخرج من الطاقة السلبية اللي هو فيه عشان يتشافى من السحر اللي عنده هو، عشان يقدر يعني يكون في بقوة كويسة وبطاقة كويسة روحانية. اهو بعد ما يخرج الطرف الثالث من العلاقة بعد كل اللي هيحصل له ده، هيرجع ليكو ان شاء الله ويحس نفسه متحرر وتحرر من كل ده بعد التشافي من الاسحار دول اللي حصلوا له. اوكي، طب هتكون ايه خطوته بعد ذلك لما هيتحرر من السحر ده؟ قلتلكو اختشي يا بيت، عاشقة اللؤلؤ اختشي يا بيت. اعرفك، هيرجع ليكو لانكو انتوا الحب القوي والحقيقي ما بينكو اهو، ويخرج الطرف الثالث من العلاقة. سبحان الله، كارتين بيعكسوا بعضهم. الطرف الثالث هيخرجوا من العلاقة وانتم هيرجع لكم بطاقة كويسة، هترجع له الطاقة الجنسية والطاقة انه الرغبة انه يتقدم ليكو او يجي لعندكو، لان غالبا الطرف الثالث هنا عمل سحر. الكارت المعلق اين هو هنا بكارت المعلق، حاسس كان حاسس نفسه انه رجولته تأسف رجولته لما شاف انه يعني بكل احتراماتي من الناحية الجنسية ما قدرش يعني يكون زي زمان، لكن بعد ما هيتشافى هيرجع ليكم ان شاء الله. اهو بعد تحقيق الامنية بتاعتكم، انكم انتوا دعيتوا لربنا، انتوا طلبتوا من ربنا انه يظهر الحقيقة. اهو سبحان الله، كارت دهارمت اهو، هيرجع زي ما كان في السابق الانسان ده. اوكي، تنصحكم بايه الكروت؟ يلا نشوف هتنصحكم بايه الكروت. الفونوغراف، يعني الآلة دي اسمها الفونوغراف. Si en de confuses pensées tu t'es égaré. إذا بسبب يعني أفكار مبهمة لقيت نفسك إنك يعني زي دي يعني ضعت بأفكار غير ثابتة، بأفكار شلوشت لك مخك. À l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. قال لك إذا تأثرت بأفكار ما لقيت لهاش يعني دقة أو صحة، وشفت نفسك إنك تهت، فحاول تدور ما بخارجك، يعني تتفاصل مع الناس الآخرين عشان تلقى الكونسي أفيزي، النصيحة الكويسة اللي هتساعدك عشان تلقى نفسك وتلقى نفسك في الوضعية اللي انت تتساءل نفسك عليها إن شاء الله. طب إيه هي طاقة الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي؟ 100%، 80%، 60% و50%. 100% برج الجدي، برج العقرب، وبرج الأسد. 80% برج السرطان، أبراج بتاعكو انتو، برج الحوت، وبرج الميزان. 60% برج الجوزاء، برج العذراء، وبرج القوس. أما الأبراج المتبقية، برج الحمل، برج الدلو، برج الثور. 50%. إلى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو.
أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.